رجعنا نتواصل من جديد أكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان، والتغيير في حياتنا مطلوب، خاصة إنه إحنا مقبلين على سنة جديدة 2020. كثير من الناس بتخوض خطط من الآن، ترسم طريق مفروش بالإيجابية، مفروش بالورود، خلونا نقول بالأحلام الجميلة والحلوة. لكن هل هتتحقق الأحلام دي في 2020؟ ما ياما رسمنا وياما خططنا وياما يعني حاولنا إنه نغير من حياتنا، بس ما عملنا بالحاجة دي، يعني ما التزمنا بالبرنامج أو بالخطة المعينة اللي 2020. على العموم أنا ما عايزة أحبط من زول، أنا بالعكس أنا عايزة كل الإيجابية الموجودة في الدنيا تكون موجودة معانا اليوم، لأنه أنت تغير من حياتك، من سلوكك، من طريقك، من فكرك للأفضل طبعا، للأجمل للعام الجديد. هنتكلم أو سمعنا قبل كده عن كثير من البرامج المختلفة، مثلا 21 يوم من الوفرة. 21 يوم من الوفرة يعني شنو؟ 21 يوم من الوفرة يعني أنا هعمل شنو؟ أنا هوفر مساحة لحياتي، هكون قادر على التغيير في هذه الوفرة، في هذه الظروف. ده اللي هنعرفه هنستكشفه الآن داخل الاستوديو مع الباشمهندس عماد الدين مكي، أو المكي، هو مدرب تنمية بشرية. أهلا ومرحبا بك باشمهندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الأمل والعمل والطموح والصبر والاستمرارية والالتزام، صباح الشروق، صباح النور عليك. خلينا نتكلم أول حاجة سريعا، يعني 21 يوم من الوفرة، نشرح شنو يعني 21 يوم. هو عبارة عن مصطلح يعني للتغيير، مصطلح للتغيير، وإذا كنا نحتاج يعني لتغيير عادات أو سلوكيات سلبية وتبديلها بعادات وسلوكيات إيجابية أخرى. علماء النفس يقولون أن الإنسان يستطيع يعني أن يفعل ذلك في خلال 21 يوم فقط. وعندما يفعل ذلك في 21 يوم ويغير هذه العادات السلبية التي يريد تغييرها وينطلق نحو عادات إيجابية أخرى، في هذا الشيء يستطيع أن يوفر لنفسه فرص، أن يتيح لنفسه مساحة من التفكير، من السلوكيات الجديدة الحميدة التي بها يستطيع أن ينجز في حياته. جميل. طيب قبل ما ننتقل للرقم تحديدا، وايش معنى الرقم ده ولماذا، وهل في ارقام اخرى، خلينا نركز على موضوع السيكولوجيا اللي انت ذكرتها حاليا. يعني السيكولوجيا اللي بيعمل من خلالها عقل الانسان لانه او في استراتيجيات التغيير، شنو ممكن نقدر نقول عليها؟ طبعا يقولون مثلا عقل الانسان يعني يعطي اشارات عصبيه. هذه الاشارات العصبيه تتكون في مده 21 يوم. يعني إذا أردنا أن نبرمج أنفسنا على سلوك واحد أو نريد أن نغير سلوك، يجب أن نفعل هذا السلوك لمدة 21 يوم. بفعلها لهذا السلوك في اليوم الأول والثاني والثالث يتكون عصبون عصبي يمر عبر هذا السلوك. مثلا إذا كنت أكتب اليوم، أتعلم الكتابة، إذا كتبت اليوم وغدا وبعد غدا تقوى الإشارة العصبية. أعطي مثال لأغرب هذا المنظور، إذا كان في الخريف مثلا، دائما الخريف يفاجئنا ولكن إن شاء الله لن يفاجئنا مرة أخرى، ولكن إذا كان في الخريف المياه تسلك مجاري محددة، ولكن بعد فترة من الزمن لا يكون هناك خريف، يأتي الصيف وكذا تتغفل هذه المجاري. عندما تتغفل هذه المجاري، عندما يأتي الخريف مرة أخرى تعود نفس المجاري. هذا بالفعل في السلوكيات، عندما نفعل سلوك اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث يكون هنالك مجرى، يكون هناك مجرى وإشارات عصبية لكي تفعل هذا السلوك. وعندما تقوم بإيقاف هذا السلوك أيضا في مدة 21 يوما تستطيع بذلك أن تقفل هذا المجرى حتى لا يتكرر السلوك. يعني نقدر نقول السيكولوجية اللي بيعمل بها العقل هي التعود. صحيح. أيوة، التعود والتكرار، لأن العقل اللاواعي يعتمد على التكرار. يعني كل سلوكياتنا التي نتعلمها من خلال البيئة عندما نكررها هي تدخل من العقل الواعي إلى العقل اللاواعي، وبعد ذلك تصبح عادة وتصبح سلوك نفعلها من غير أو من دون تفكير. طيب يا عماد، ليه يعني لماذا 21 يوم تحديدا للتغيير؟ أقول يعني هناك مصطلحات 21 يوم أو 91 يوم وكذا، ولكن هو يعتمد على، لن أقول 21 بالنسبة وجهة نظر شخصية، لا أقول هذا 21 يوم. هنالك فرق في الرغبات، الرغبة للإنسان، الدوافع والالتزام. يمكن أن تبدأ وتقول 21 يوم ولكن الدافع غير كافي، هناك تغيير يحصل بطريقة فجائية في يوم واحد فقط الإنسان يتغير. هذه نقاط نسميها نقاط تحول في الحياة. لذلك لن نقف عقولنا، لن يعني 21 يوم أعتبر هذا معتقد أنه في 21 يوم تستطيع أن تتغير. يمكن أن يكون في أقل من ذلك ويمكن يكون في أكثر من ذلك، على حسب الالتزام، على حسب الرغبة والدوافع لدى الإنسان. نعم، معناها زي ما ذكرت الموضوع ده بتطلب تدريب معين. صحيح. نمط معين أنت بتقوم به في تدريب
علشان ما تقدر تخلي السيكولوجيا بتاعت العقل تتغير و 21 يوم التغيير تكون هي حاضره. صحيح. طيب اتدرج في التمارين، يعني كيف انه انا اقدر اتدرج في التمارين؟ مثلا نقول اذا الانسان يريد ان يتعلم سلوك جديد او يوقف عاده سلبيه، في البدايه يجب ان يبدا بها في المره الاولى لاول لحظه، ثم بعد ذلك بعد ساعة من الوقت. هي المرة الأولى دي الأصعب. المرة الأولى هي البداية، دائما البدايات صعبة، نقول أن البدايات دائما صعبة، ولكن الإنسان عندما يبدأ يبدأ هنا التغيير، عندما تفعلها في المرة الأولى تكسر الحاجز الذي بداخلك، يعني يبدأ التغيير عندما نكسر الحواجز، نكسر المخاوف، أي يكون لدينا ثقة أو نريد نحن أن نتغير ونخرج من منطقة الراحة. دائما البشر يعني عندما الإنسان يتعود على مكان محدد أو يمشي بطريق محدد تكون له منطقة راحة بغض النظر إذا كانت إيجابية أو سلبية بالنسبة له، ولا يريد أن يخرج منها. ولكن عندما نخرج للمرة الأولى وبعد ساعة نخرج مرة أخرى وبعد أسبوع وبعد 3 أشهر وبعد سنة تتكون العادة، تبقى شيء طبيعي نستطيع أن نفعله كل يوم. ولكن إذا لم نبدأ سوف نكون في منطقة الراحة. جميل. طيب زي ما قلنا البداية دائما هي الصعبة. طيب نعم. في حال إنه أنا بديت كان في عزيمة كبيرة جدا جدا وقررت إنه أنا أخوض تجربة 21 يوم من الوفرة للتغيير للأفضل، لأن السلوك أغير سلوك أغير أي مفهوم أنت ذكرته من المفاهيم اللي تكلمنا عنها. نعم. طيب في حال إنه أنا قطعت يوم لظروف ليأس لعدم رغبة في الاستمرار، يوم واحد، هل أنا هقدر أواصل البرنامج ولا بيعتبر البرنامج كده تغير تماما؟ أولا لدينا قاعدة أساسية نقول أنت المسؤول الوحيد عما يحدث لك. يعني إذا أنت توقف وحبيط قلت الظروف وكذا بررت لنفسك، أنت, يعني. أنت تبرر فقط لنفسك لأنك أنت المسؤول الوحيد عن هذا الشيء. هنا تأتي الدوافع، ما هو الدافع للتغيير؟ إذا كان الدافع والرغبة كبيرة أنت سوف تلتزم. ولكن يقولون علماء النفس عندما أنت تبدأ التغيير في 21 يوم إذا وقفت ليوم واحد يجب أن تبدأ مرة أخرى من جديد، لأن الطريقة التي تبرمج بها العقل قد توقفت ويجب أن تبدأ مرة أخرى. ولكن أقول هي تعتمد على الدوافع، إذا كان لديك دافع ولديك رغبة قوية يمكن أن حتى إذا لم تستمر تستطيع أن تتخلص منها في فترة أقل من ذلك، ولكن كل هذه الأشياء تعتمد على الدوافع والمؤثرات الخارجية. وأيضا بالإضافة إلى نقول إذا الإنسان يريد أن يتشافى وأن يغير من أشيائه السلبية، هناك 4 أشياء نريد أن نتشافى منها. السلوكيات وهي التي تكون في التشافي الجسدي، وهنالك أيضا تشافي عقلي اللي هو في التفكير وفي المرونة، وهنالك تشافي روحي، وهنالك ايضا نوع من انواع التشافي النفسي. لا تحيط نفسك باشخاص سلبيين، تكون في مكان ايجابي، تقوم تغير وتبدل. غصب عنك بتلقى نفسك محاط باشخاص سلبيين. غصب عنك، هذا نقول انت المسؤول الوحيد. يعني انت الذي تفكر، انت الذي تستطيع ان تقبل هذا الشيء سلبي او تقوم بتحويله الى شيء ايجابي. في النهايه يجب ان يكون لدينا هناك ادراك في المكان الذي نوجد فيه، في الاشخاص الذين من حولنا. بذلك نستطيع أن نفكر بطريقة مرنة، ونقول دائما أن الخريطة ليست المنطقة، يعني الأشياء التي نراها في العالم نحكم عليها من وجهة نظرنا نحن. لذلك كل شخص يقول شيء على حسب وجهة نظره هو، ربما تكون هذا الشيء شيء إيجابي بالنسبة له وسلبي بالنسبة لك، لذلك تختلف هنا الأفكار والمعتقدات. جميل. طيب باشمهندس، تحدي 21 يوم من الوفرة، تحدي التغيير عموما، هل دائما يعني اذا حاولنا احنا نقوم بالتحدي ذا لحالنا يعني هننجح يعني كافراد، ولا الافضل يكون في جماعات، يعني يكون في تحدي بيني وبين مجموعه من الناس عشان اشوف مين الاول، مين القادر على التحدي، الافضل يا تو، ولا في كلا الحالتين بيعتمد على طبعا على هنا اذا نريد ان نتحدث ما هو الافضل، هنالك تحليل MBTI. هنا سوف اخذ فقط النمط الاول من الشخصيه. هناك شخصيات تكتسب الطاقة عندما تكون لوحدها، هنا تكسب الطاقة وتكون بطاقة وحيوية وتركيز عالي. هذا النوع من الشخصيات يستطيع أن يفعل كل شيء وهو مع نفسه، ويقولون بعض الشيء أنه شخص انطوائي، ولكن هو يحب أن يكسب الطاقة عندما يكون مع نفسه وهو يركز كثيرا ويفعل الأشياء لوحده. هناك أشخاص يستطيعون أن يكتسبوا الطاقة من الآخرين، لذلك هؤلاء الأشخاص فالأفضل لهم أن يعملوا عمل جماعي، كل 3 أشخاص يكونوا مع بعض ويبدو التحدي 21 يوم. إذا كنت من نوع الشخصية الذي يكتسب الطاقة بنفسه فالأفضل لك أن تكون أنت لوحدك، تخرج لوحدك، تفعل هذا التحدي لوحدك. حياتك تكتشف الحالي يعني
اكيد يعني بكون عارفه انه انا مثلا مع مجموعه بقدر بتحدى بقدر. اظن يعني الان كل المشاهدين يعني كل شخص عارف نفسه يعني اي نوع من الناس. فانت تكتشف نفسك وتشوف نفسك تحدي بينك وبين نفسك ولا بين مع الاخرين. طيب انا اطبق الحاجه دي عمليا كيف؟ يعني ابدا مفهوم التغيير وخلاص عرفت انه انا اي نوع من الشخصيات سواء كان لحالي او حتى مع مجموعه، اطبق عمليا كيف؟ هل انا هقوم بوضع خطه معينه، هجيب نوتها اسجل عليها، كيف يكون التطبيق عملي للتغيير؟ اولا يجب ان نكون او يكون لدينا رغبه كبيره جدا في التغيير، وهذه الرغبه تاتي من الادراك. عندما ندرك نحن نفعل في أشياء سلبية هنا نبدأ في تغييرها، ولكن إذا بررنا هذه الأشياء إذا هنا ليست أشياء سلبية أو كذا لا نستطيع أن نبدأ في عملية التغيير. لذلك يجب أن أكتب كل الأشياء السلبية التي لدي. أحيانا أرسل رسائل نصية لأصدقائي للذين يعرفوني ما هي إيجابياتي ما هي سلبياتي. عندما سوف يتفقون على الأقل سوف يتفقون في أشياء مع بعض البعض، وبعد ذلك لديك منظورك أن تكتب هذه الأشياء وتضع لها قائمة على حسب الأولويات. أريد أن أتخلص من هذا الشيء الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، وترى الطرق المناسبة لكل شيء. إذا كانت مثلا واحدة من السلبيات مثلا أنا شخص انطوائي، هذه سلبية تريد أن تكون مع الآخرين، هنا عندما يحصل الإدراك، الإدراك مهم جدا، عندما يحصل الإدراك أنت تجبر نفسك. في البداية لازم الإنسان يجبر نفسه ويذهب ويجلس مع الآخر وإن لم يتحدث معهم في المرة الأولى، في المرة الثانية يحاول أن يتحدث، وهذا بإدراك بعقلنا الواعي. نستطيع أن نغير كل شيء عندما نفكر فيه بطريقة واعية. لذلك هنا لن نكون يعني مرتاحين من الداخل عندما نكون مع الأشخاص. إذا كنت أنا شخص مثلا ابتسم الطاقة عندما أكون لوحدي، عندما أكون مع الأشخاص الآخرين لا يكون هناك راحة نفسية، ولكن أحاول أن أجبر نفسي حتى أتعود على ذلك. لذلك تبدأ الشيء الأول بإجبار النفس وبالتركيز وبالإدراك الواعي، بعد ذلك سوف ينكسر الحاجز، سوف يكون شيء طبيعي وعادي جدا. ده في حالة التطبيق العملي، ده في حالة التطبيق العملي لمفهوم التغيير. طيب باشمهندس، أفضل الطرق سيكولوجيا أو نفسيا للتغيير، هذه الطرق إحنا تكلمنا إنه عمليا كيف تطبق، عايزين أفضل الطرق اللي ممكن أتخذها أو أسلكها لمسلك التغيير. لدينا أفضل الطرق وأسرع الطرق أيضا. جميل. في البرمجة لدينا بعض التقنيات التي نعالج بها هذه السلوكيات السلبية لمرة واحدة فقط. عندنا علاج السلوكيات السلبية باستخدام تقنيات البرمجة، وعندنا أيضا باستخدام تقنيات خط الزمن نستطيع أن نمحو كل هذه التجارب السلبية أو الأشياء السلبية التي نستطيع أن نتخلص منها. ولكن أنا شخصيا أفضل أن الإنسان يغير هذه الأشياء بطريقته الواعية، عندما يفكر فيها بطريقة واعية لأنها لن ترجع مرة أخرى مجددا. ولكن إذا قمنا بمسح هذه التجارب أو الأشياء السلبية أو غيرنا بطريقة في العقل اللاواعي ربما ترجع مرة أخرى، ولكن عندما تكون بطريقة واعية، عندما ندرك لهذا ربنا سبحانه وتعالى أعطانا العقل، عندما نفكر إذا كنت أنا أفكر في شيء سلبي أو أفعل سلوك سلبي أغضب مثلا، إذا سألت نفسي فقط سؤال نقول غير أسئلتك تتغير حياتك، إذا فقط سألت نفسك لماذا أفعل هذا السلوك السلبي؟ في ماذا يساعدني؟ الإجابات هي بتخليك الأسئلة والإجابات. عندما تسأل نفسك هذه الأسئلة تستطيع أن ترى الشيء الواضح. إذا هذا الشيء لن يساعدك لماذا تستمر فيه؟ هنا يأتي السؤال الأخير، هنا يجب أن أتوقف. هذه البداية، عندما أتوقف أبدأ بالتغيير. ولكن إذا لم أسأل هذه الأسئلة مع نفسي لا أعرف ما هي الريزلت أو النتيجة النهائية أو المحصلة التي أحصل عليها من هذا السلوك. مثلا الذين يشربون السجاير مثلا المدخنين هؤلاء يظنون أن السجاير يعطيهم راحة، هذا محتقلات. أنا يمكن بمفهوم المدخنين استمعت لمعلومة في يوم من الأيام إنه هو التدخين ما إدمان، تدخين سلوك. يعني عملية مسك السجارة والسلوك دي هي اللي بتخلي الإنسان شغوف لأنه هو يقوم بعملها. يعني أنت لو وقفت التدخين أو السجاير تحديدا ما بتصاب بشيء، بالعكس أنت كده بتكسب عمر جديد، عمر مديد في حياتك، وبس هي مجرد سلوك. هل الكلام صحيح؟ تبدأ من التفكير. يعني عندما يدخن الشخص لأول مرة وهو يفكر هذا معتقد أن السجائر مثلا يعطيني مثلا إحساس بالراحة وكذا، هذا هو المعتقد السائد. إذا استطعنا أن نبدل هذا المعتقد إلى أن السجائر هو مضر وأيغنى بهذا المعتقد، هنا نستطيع أن نغير هذا السلوك.
لأن الأفكار تبدأ بعد ثم تبدأ بالتركيز نفكر فيها وتبدأ بالتركيز وتتحول إلى سلوكيات. فالأفكار هنا هي معتقدات، عندما نغير المعتقد عن الشيء نستطيع أن نغير السلوك. لذلك نتحدث عن النقاط التي يتغير فيها الإنسان من نقاط البيئة، البيئة لأنها هي تؤثر في الإنسان، وأيضا عندما الآن مثلا إذا غيرت هذه الجلسة نستطيع أن ننظر بطريقة أخرى، هنا هذا نطاق البيئة. عندما نتحدث عن نطاق السلوك أيضا عندما نغير سلوك محدد نستطيع أيضا أن نغير في نطاق البيئة وفي الشخص، وثم نذهب إلى المعتقدات والقيم حتى نصل إلى الهوية. هوية الإنسان يستطيع أن يغير فيها، لذلك هذا يكون بتسلسل منطقي من نطاق البيئة إلى نطاق الهوية، وهناك نطاقات أعلى منها كالنطاق الروحي مثلا. جميل. لذلك نبدأ من نطاق البيئة. مثلا إذا كنت أنا أدخن بالطبع يعني حوالي أناس مدخنون، أقوم أن أغير إلى أناس غير مدخنون. السلوك أستطيع أن أغير هذا التدخين، هو سلوك أستطيع أغيره بسلوك آخر، مثل ما كلما أتذكر أريد أن أدخن أشرب ماء مثلا، قمت بتغيير السلوك. ولكن يبدأ تغيير السلوك من تغيير الأفكار. وإذا ذهبنا إلى النطاق الأعلى هو المعتقدات، لماذا أشرب السجائر؟ لأنه يعطيني إحساس مثلا بالراحة، وغير هذا المعتقد أنه يعطيني إحساس بالألم. نقول أن الحياة تبنى على الألم والسعادة، كل البشر يفرون من الأشياء التي تؤلمهم ويسبون الأشياء التي تزعجهم. لذلك يجب أن أربط السجائر بالألم، ليس بالسعادة، ليس بالراحة، ليس إنما بالألم. جميل. باش مهندس، بما انك انت مدرب تنمية بشرية، احنا نستفيد من وجودك معنا وناخذ منك روشتة صباحية وبعض النصائح لنا ولمشاهدينا، خاصة ان احنا مقبلين على وعلى مشارف عام جديد، استقبال عام جديد، تنصح الناس بشنو؟ اولا انصح الناس قبل ان ينوموا ان يفكروا في اهدافهم. الشيء الثاني بعد ان يستيقظوا ان يفكروا في اهدافهم. و هناك ثلاث أشياء أساسية يعتبرها يعيش بها الإنسان، والشيء الأول هو أخلاقه وقيمه الفاضلة، الشيء الثاني تسامحه مع نفسه ومع الآخرين، الشيء الثالث العطاء اللا مشروط. بهذه الأشياء نستطيع أن نكون نحيا بسعادة بغض النظر عن الأحداث، ويجب أن نغير نظرتنا تجاه الأشياء، نجعلها نظرة إيجابية. لا عندما ننظر إلى الماضي ننظر له بأنه تجارب وخبرات هي التي مدتنا حتى نكون الأشخاص الذي عليها نحن الآن، وعندما ننظر إلى المستقبل نستطيع أن نتعلم من الماضي وننتقل به إلى المستقبل، ويجب أن يكون لدينا يقين بالله سبحانه وتعالى وأن نتوكل عليه بالله في كل لحظة. أكيد. احنا شكرا لك كثير جدا باشمهندس عماد الدين المكي، مدرب تنمية بشرية، على هذه المساحة اليوم صباحا. شكرا لك. شكرا. نتفق على أنه العقل هو المسيطر الأول في حياتنا، وتفكيرنا هو اللي بيحدد مسلك حياتنا أو طريقنا أو حتى مفهومنا للتغيير. يمكن أن نقول ذلك، يعني العقل هذا فقط جزء من التفكير العقل، ولكن أيضا لدينا السلوك ولدينا المشاعر، هذا المثلث يعمل مع بعض مجتمع مع بعض، ممكن هي تغير من حياتنا. صحيح. شكرا جميلا لكم، نتواصل أكيد.